وينضم لنا عبر الهاتف من القاهرة ياسر كاسب، خريج تجارة الأزهر. ياسر، هل كنت أحد الحضور في هذا المؤتمر؟ للأسف لم أتمكن من حضور اليوم المؤتمر، ولكن رأيت ما حدث، وأحب أعقب على ما حدث اليوم. إن ما حدث اليوم يعني عبارة عن سلسلة متتالية تحدث يوميا من إهانات لذوي الاحتياجات الخاصة، فكثير من التشريعات تصدر ولا أحد يستجيب لها. طيب، القانون ينص على، ولكن دون تنفيذ. أين تحديدا أين تشعر تحديدا ياسر كواحد من ذوي الاحتياجات الخاصة؟ أين تشعر تحديدا بالتقصير من قبل الدولة في حقوقكم؟ الدولة طرف في التقصير، ولكن التقصير من المجتمع ككل. كيف؟ التقصير ليس من الدولة بحسب، لكن من المجتمع ككل. كل المجتمع مقصر في حق ذوي الاحتياجات الخاصة، وإن شئت لا تقل ذوي الاحتياجات الخاصة، لأن من تكن لهم احتياجات فيسمون ذوي الاحتياجات الخاصة، أما نحن معاقين ففعلا نستحق لفظ معاقين، والإعاقة هي في العقل. طيب، فلو سمع هؤلاء عنا ونظروا إلينا ونظروا إلى طه حسين وأحمد ياسين لما كانوا فعلوا بنا ذلك، ولكن كل ما يحدث الآن هو تراكم. طيب، هل المشكلة تكمن تحديدا في أنكم لا تجدون وظائف في الهيكل الإداري للدولة، أم أن هناك مشاكل أخرى لربما بما أنك واحد منهم تستطيع أن تعبر عنها بشكل أفضل؟ القانون ينص على أنك تلتزم كل منشأة حكومية أو منشأة خاصة بتوفير نسبة 5% للمعاقين. هذا ما ينص عليه القانون. في وزارة القوى العامة والهجرة تنص على التالي: احجز دورك وبعد كده هنبعت لك. ماذا تنص المادة؟ تنص المادة على 5%. طيب 5% أنت، والله لما نخلص الباقي. طيب الباقي قدامك كام؟ الله أعلم. طيب، كل يوم يزيد على المعاقين ويزيد المتقدمين للقوى العامة دون استجابة. طيب ياسر، أنت قلت أن المجتمع مقصر في حقكم، كيف يقصر المجتمع في حقكم أنتم كمعاقين؟ منذ أن يوجد المعاق فهو المجتمع مقصر في حقه، مقصر في إهماله للرعاية الصحية والرعاية الطبية. 80% من المعاقين صحيا، أو بالتحديد نسبة شلل الأطفال الموجودة في مصر، أسببها إهمال طبي. حقيقة كلنا نتفق عليها، إهمال طبي. حضرتك اسأل المستشفى القصر العيني أو مستشفى الدمرداش أو مستشفى بريش للأطفال، نسبة شلل الأطفال عندكم كام؟ هيقول لك 80%. طيب إهمال طبي؟ إهمال طبي. من أدوية فاسدة لعدم تشخيص نافع، وتبدأ الإعاقة بحمى صغيرة الأطفال، ثم بعد ذلك ترتب عليك شلل الأطفال. تأتي بعد ذلك دور الدولة في توفير الرعاية الصحية، لا رعاية صحية. بالمرة لا رعاية صحية. بعد ذلك انتقدنا من المعاق إلى التعليم وتدرج في مراحل التعليم المختلفة، لا يجد من يحنو عليه. الطرق غير موحدة بالمرة، الجامعات غير موحدة بالمرة، لا توجد جامعة في مصر موحدة للسير المعاق فيها، حتى ولو بموتوسيكل أو سيارة. أشكرك شكرا جزيلا ياسر كاسب، خريج كلية التجارة بجامعة الأزهر الشريف وأحد ذوي الاحتياجات الخاصة. أشكرك شكرا جزيلا.